صباح الخير مشاهدينا الكرام، وجولة وقراءة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم. بنبتديها طبعا مع العنوان الأبرز اللي بيتصدر كل صحف القاهرة الصادرة اليوم، وهو القرار بالأمس بوقف إطلاق النار في ليبيا وردود الأفعال الدولية والعربية أيضا على هذا القرار. من جريدة الأهرام وفي الصفحة الأولى هذه العناوين: ترحيب دولي بإيقاف إطلاق النار في ليبيا، السيسي خطوة مهمة لتحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار للشعب الليبي، الأمم المتحدة تصف الاتفاق بالشجاع، والاتحاد الأوروبي مهم وإيجابي. طيب خلينا ناخد تعقيب على هذا الخبر. معانا أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. أهلا يا فندم حضرتك والسادة مشاهدين للأخبار. يعني اتفاق طالما طال انتظاره، يمكن بنتكلم عن أوضاع سيئة وأزمة مشتعلة كانت بتعيشها ليبيا من عام 2011 وحتى إعلان هذا الاتفاق الذي رحب به الجميع سواء في الداخل الليبي أو أيضا على المستوى العربي وأيضا على المستوى الدولي. كيف تابعت هذا الاتفاق وردود الأفعال عليه؟ وطبعا في إشارة كبيرة إلى أنه بيأتي بعد فترة من إعلان القاهرة اللي كان يمكن بيضع حجر الأساس لهذه التهدئة أو وقف إطلاق النار كما يشيد ويشير الجانب الليبي نفسه. بالطبع هي خطوة جيدة جدا من أجل استقرار ليبيا. خلينا أقول إن السبب الرئيسي في إقامة هذه الخطوة هو مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتصالات المكوكية التي تمت خلال الفترة الماضية، ثم ما تحدث عنه الرئيس من تحديد خط لعدم تجاوزه لعدم السماح للميليشيات والمرتزقة بالاستيلاء على منطقة الهلال النفطي أو تهديد وتقسيم ليبيا بشكل ما. قبل كل هذا كان هناك إعلان القاهرة الذي جمع السلطة المعترف بها دوليا هو البرلمان الليبي وقائد الجيش الليبي، ثم كان هناك توافد من القبائل الليبية التي طلبت التدخل لحماية ليبيا إذا ما كان هناك اعتداء عليها، وهناك بالفعل اعتداء عليها. هذه عودة إلى الإعلان. الإعلان بالطبع وإن كان جاء متأخرا، وإلا أن الظاهر منه هو الرغبة في التوقف عن الأعمال العسكرية حتى يكون هناك سلام في ليبيا. بالطبع هناك بعض نقاط الخلاف مثل ما ذكره الإعلان الخاص بالسراج من إقامة منطقة عازلة في سرت والجفرة، وهو يعني فعليا تقسيم ليبيا، هذا بالطبع تنفضه ليبيا وكل الليبيون. أيضا الخلاف حول الأموال الخاصة بالنفط، وهذا الأمر سيتم حسمه على ألا تعود الأموال مرة أخرى للتسرب إلى الميليشيات. بالطبع السلام هام وضروري جدا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من هنأ ليبيا ودعم هذا الاتفاق. نتمنى أن يعلي الليبيون سواء في الغرب أو في الشرق المصلحة العامة، وأن يتخلى الغرب عن الميليشيات والمرتزقة الإرهابيين، ويخرج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية سواء التركية أو السورية أو أي مرتزقة دوليين آخرين، وتبدأ الإجراءات الحقيقية وفق المقررات الدولية وفق إعلان القاهرة. طيب أستاذ محمد، يعني تصوراتك أو توقعاتك للمشهد الليبي في الأشهر القادمة، ومع إعلان أنه سيكون في انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في مارس القادم، يعني كيف سيكون المشهد في ليبيا في ظل هذه الإجراءات وهذه الخطوات؟ دعيني أقول لو كان في نية حقيقية أن يكون في سلام، وأن فعلا يتم تقاسم السلطة وتقاسم ثروات الليبية، وليس فقط إجراء تكتيكي أو شيء لاستحالة اقتحام خط سرت الجفرة في وجود إذا ما تدخلت القوات المصرية أو الدعم الدولي الذي تلقته القضية الليبية، إذا منحينا هذا جانبا هذا الافتراض وهو قائم، سيكون هناك لا يوجد إلا احتمال أن يتغاضى بعض الأطراف ويتنازلون حتى يتم السلام وتعود الأمور إلى طبيعتها في ليبيا، ويخرج كل المرتزقة والإرهابيون وتبدأ مرحلة جديدة، خاصة أن ليبيا عانت بفترة طويلة سنوات طويلة بعد سقوط نظام القذافي، وأيضا صناعة النفط الليبية المورد الوحيد أصبحت الإنتاج لا يتجاوز ربع مليون برميل بعد أن كان ثلاثة ونصف وفي اتجاهه إلى أكثر، تحتاج الصناعة إلى
أمور عديدة، وحتى يعود الأمن والسلام ويرضى الجميع وتقام الإجراءات الانتخابية، ولكن بشرط أن يكون هناك نية صادقة وأن تمثل الأقاليم الثلاث برقة وطرابلس وشرق وبرقة والشرق وسرت، تمثل كل المناطق الثلاث في هذا الانتخابات، ويتم إجراءها تحت إشراف دولي وبدعم من الشركاء الأساسيين في عملية السلام في ليبيا. يا رب إن شاء الله. نتمنى طبعا كل السلامة للشعب الليبي الشقيق والاستقرار، وأن يكون هذا الاتفاق هو بداية لهذه المرحلة من الاستقرار. بنشكر حضرتك جدا أستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. نروح معاكم مشاهدينا لخبر آخر، ولسه بنتكلم في النطاق العربي، ومن جريدة أخبار اليوم وفي الصفحة الأولى: قمة مصرية أردنية عراقية في عمان، عفوا في عمان، التعاون الاقتصادي وآخر المستجدات الدولية والإقليمية على جدول الأعمال، ويعني بعض التفاصيل المختصرة جدا الموجودة في هذا الخبر من جريدة أخبار اليوم. أكدت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن قمة ثلاثية ستعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في مدينة عمان خلال الأيام القادمة. وقالت الوكالة إن القمة والتي تعقد للمرة الثالثة ستبحث التعاون الاقتصادي وآخر المستجدات على الساحة الدولية وأيضا عدد من القضايا الإقليمية. طيب نروح معاكم لجريدة الجمهورية وفي الصفحة الأولى، والحقيقة خبر بيتناول أزمة أو فيروس كورونا وانتشاره، وتحديدا مسألة اللقاحات اللي الحقيقة في سباق بين دول العالم في الإعلان عن لقاحات بالفعل ستقدم الحل النهائي لهذا الفيروس الخطير والمستجد. خلينا نتابع هذه العناوين من جريدة الجمهورية. مصر تشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات كورونا. طيب خلينا على طول نروح لتفاصيل أو تعليق وتعقيب من دكتور أشرف عقبة رئيس قسم البطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور أشرف صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني دكتور أشرف، طبعا احنا عارفين انه يمكن احدث ما تم الاعلان عنه في مجال اللقاحات هو يمكن اللقاح الروسي، روسيا اكدت انها خلاص بصدد الاعلان عنه وانه هذا اللقاح سيقدم الحل للقضاء على فيروس كورونا، وبالفعل ابتدت دول بتعرض التعاون مع روسيا في هذا الاطار والحصول ايضا على هذا اللقاح. توقعات حضرتك للمدى الزمني اللي بيفصلنا عن انتاج لقاح عالمي بالفعل يضع حد ويقضي على فيروس كورونا؟ في البداية لازم نعرف بس ان هذه اللقاحات لازم تاخد الموافقات الدولية حتى يتم فعلا التعامل عليها، واللقاح الروسي وصل الى المرحلة الثالثة وتم تسجيله داخل روسيا، لكن حتى هذه اللحظة لم يحصل على الموافقات الدولية. لكن احنا عندنا كمان اكتر من لقاح، اللقاح بتاع جامعة اكسفورد واللقاح بتاع امريكا واللقاح الصيني. ومصر الحقيقة بتشارك الجهات الدولية للحصول على اللقاح علشان يتم فعلا انتاجه في مصر بعد ما يكون قد حصل على الموافقات الدولية والعلمية اللازمة حتى يتم استخدامه على المواطنين في مصر. طيب يعني حضرتك بتتوقع ان ده يتم خلال قد ايه، وان احنا نكون بالفعل امام لقاح حقيقي يقضي على فيروس كورونا؟ بعد نشر النتائج المرحلة الثالثة بيتم فعلا دراسة هذه النتائج، واعتقد انه على نهاية العام هيكون تم فعلا نشر هذه النتائج بتاعت المراحل الأخيرة لهذه اللقاحات، وإن شاء الله طبعا يكون بتحقق الأمان والفاعلية كما ينبغي حتى يعني نأمن على استخدامها على المدى القصير والبعيد.
يا رب ان شاء الله. طيب دكتور اشرف، خلينا يعني بنستغل طبعا وجود حضرتك معانا وايضا نتحدث عن الوضع في مصر الان بالنسبه لفيروس كورونا ومعدلات الاصابه ومعدلات الوفاه. يمكن احنا ملاحظين بدايه من اغسطس بالفعل بدايه تراجع او انحسار معدلات الاصابه والوفاه بفيروس كورونا، الا انها يعني غير ثابته عند رقم واحد او غير ثابته عند التراجع، لكن نقدر نعتبرها انها متذبذبه دون أن تتخطى حاجز الـ200 أو يمكن الـ180 بداية من أغسطس. حضرتك بتقيم الوضع في مصر دلوقتي إزاي؟ أنا بشوف أنه الإجراءات والتدابير الاستباقية اللي حطتها الدولة وكانت متزامنة مع الوضع وانتشار الفيروس هي فعلا كانت السبب الرئيسي في انخفاض الأعداد وانحسارها. لكن كمان التزام المواطنين ده جزء مهم جدا، لانه مش مجرد اجراءات يتم عملها او وضعها على الاوراق، لابد من تنفيذها من المواطنين. فالاجراءات التي يتم تنفيذها مع الالتزام بكل اساليب الوقايه هي دي كانت السبب الحقيقي في تراجع الاعداد اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي. نتمنى طبعا من الكل ان هو يلتزم بكل هذه الاجراءات اللي فعلا كانت كلمه متزامنه هنا الحقيقه مهمه جدا، لانها بتعبر عن التعامل مع الموقف اللي موجود في حاله الجائحه ومعدل انتشارها في مصر. لكن يعني البعض بيقول انه الفيروس بالفعل يعني ضعف او قلت حدته او قلت شراسته، وده يعني لطبيعه الفيروس نفسه بجانب طبعا الالتزام بالاجراءات الاحترازيه. راي حضرتك في الكلام ده؟ أنا أعتقد إن إحنا حاليا في حرب مع الفيروس، وإنه إذا كان في على وجه يعني من ناحية هي مقاومة البشر والمواطنين في إنهم يمنعوا انتشاره، على الناحية الثانية ففي الفيروس معدلات التحور الحقيقة فيه لن يحدث فيه هذه التحورات اللي ممكن نعتمد عليها في إن إحنا نقول إن هو ضعف. ولكن احنا علينا باننا في الحرب بتاعتنا دي ان احنا دايما نكون جاهزين بالالتزام بكل اساليب الوقايه والالتزام كمان بالاجراءات الاحترازيه. من ناحيه ثانيه طيب ده هيستمر يعني امتى هنوصل في مصر لمعدلات الصفريه او انتهاء الفيروس بالفعل، خصوصا انه في حديث عن موجه ثانيه واحنا ما زلنا حتى الان في الموجه الاولى؟ نتمنى طبعا انه ما يحصلش اي زياده في الاعداد، وخاصه مع دخول فصل الشتاء ورجوع المدارس، الى جانب انه وجود كمان الانفلونزا الموسميه. كل دي هاجس الحقيقه بيخوف العالم كله، مش في مصر بس، لكن كله بيحط اعتبارات لدخول فصل الشتاء والانفلونزا الموسميه ودخول المدارس والتواجد في الاماكن المغلقه. وعليه احنا كمان لازم يعني نعدل من اجراءاتنا ونلتزم، يكون عندنا نوع من الالتزام اكتر من الاول علشان ما يحصلش زياده في الاعداد وفعلا تصيبنا موجه ثانيه. يعني على ذكر الاستعداد بالفعل للعام الدراسي الجديد، كان في اجتماع طبعا بالامس لوزيره الصحه دكتور هاله زايد مع وزير التربيه والتعليم يعني وضع منظومه بالنسبه لبدايه الدراسه يعني تواجه او تضع في الحسبان فيروس كورونا وكل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها، سواء انه بيتزامن مع بدايه الشتاء او موسم حتى الانفلونزا الموسميه. بنتمنى ان كل هذه الاجراءات والاستعدادات إن شاء الله تقي خصوصا الطلاب في العام الدراسي الجديد المخاوف من انتشار هذا الفيروس. بنشكر حضرتك جدا دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم البطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. خلينا نستكمل معاكم أخبارنا وبنروح لجريدة المصري اليوم الصفحة الأولى. لسه بنتكلم عن كورونا لكن على مستوى العالم ومن الناحية الاقتصادية. الحقيقة هو بيهدد كل دول العالم اقتصاديا بسبب طبعا طول الفترة من الإغلاق والتوقف. من جريدة المصري اليوم هذه العناوين: البنك الدولي كورونا يهدد 100 مليون شخص بالفقر المدقع. ومن تفاصيل هذا الخبر: تقترب حصيلة كورونا حول العالم من 23 مليون إصابة و800 ألف وفاة، بينما تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية 250 ألف. مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة ومع تواصل ارتفاع الإصابات اليومية في بيرو وكولومبيا والأرجنتين، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن الفيروس يهدد أكثر من 100 مليون شخص جديد في العالم بالفقر المدقع. والبرازيل طبعا للأسف بتأتي في تاني مرتبة
كأكبر تفشي للجائحة في العالم بعد أن سجلت 45,323 إصابة جديدة و1204 وفيات، ده خلال 24 ساعة فقط. طيب نرجع للشأن المحلي وبنتكلم عن السلع الأساسية وبنتكلم عن الدعم اللي بتقدمه وزارة التموين تحديدا رغيف الخبز. الحقيقة كان في كلام كتير حوله في الفترة الأخيرة بعد تخفيض وزنه، ولكن مع الالتزام بنفس السعر وهو 5 قروش. من جريدة الأهرام في الصفحة الأولى: عقوبات مشددة لمخالفة وزن رغيف الخبز المدعم، و يعني طبعا في متابعة وفي رقابة لمتابعة هذا الأمر. ومن ضمن التفاصيل في هذا الخبر، أكدت وزارة التموين في بيان أنه ستكون هناك عقوبات مشددة على المخابز في حالة نقص وزن الرغيف المدعم ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم. وأكد مدير المديريات وجود غرفة عمليات داخل كل مديرية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز وانتظام صرفه أيضا للمواطنين بموجب البطاقة التموينية وبسعر 5 قروش، وطبعا التأكد من التزام كافة المخابز بهذه الضوابط. طيب نروح معاكم لجريدة أخبار اليوم والصفحة الأولى، وطبعا مجلس النواب في هذه الدورة خلاص بتوشك على الانتهاء أو تكاد تكون انتهت بالفعل، وبنستعد لانتخابات المجلس النواب ودورة جديدة للمجلس. لكن الحقيقة مازال مجلس النواب بيعمل لإقرار عدد من القوانين أو مناقشتها. في جريدة أخبار اليوم الصفحة الأولى هذه العناوين: مجلس النواب يختتم جلساته بقانون الضريبة الموحدة، التهرب الضريبي جريمة لا تسقط بالتقادم. من تفاصيل هذا الخبر، يختتم مجلس النواب الدورة البرلمانية الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وأكد القانون أن جريمة التهرب الضريبي لا تسقط بالتقادم، وشدد القانون عقوبة عدم تقديم الإقرارات الضريبية لمدة تجاوز 60 يوم عن الموعد النهائي إلى الحبس، مدة لا تزيد عن 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه. يعني طبعا ضبط المنظومة الضريبية في مصر كان من أهم التحديات والموضوعات الهامة أمام مجلس النواب في دورته التي تنتهي، وهو أيضا ينهي هذه الدورة بمناقشة هذا القانون، قانون الإجراءات الضريبية الموحدة. خلينا نروح لموضوع آخر ومتابعة لطبعا ما زلنا بنتكلم عن لبنان وتداعيات انفجار مرفأ بيروت مؤخرا، والدعم طبعا اللي قدمته دول كتير للبنان وعلى رأسها مصر اللي دعمتها بجسر بمد جسر جوي للبنان بالمساعدات والمواد الإغاثية والطبية المختلفة. وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي: شكرا لمصر قيادة وحكومة وشعبا. وطبعا هنا في إشادة بدور مصر، وبيتكلم عنها الحقيقة الوزير اللبناني، بيقول: أسرعت لنجدة أشقائها اللبنانيين فور وقوع الانفجار، المستشفى المصري وأطقم الأطباء يتفانون في تقديم خدمتهم المتميزة. هي طبعا مش دور رسمي فقط ومن الحكومة المصرية ومد الجسر الجوي بالمساعدات المختلفة للبنان، ولكن أيضا تعاطف واضح من الشعب المصري كله مع الشعب اللبناني الشقيق، بنتمنى له كل السلامة وتدارك هذه الأزمة. طيب خلينا نروح معاكم أخيرا لجريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى، وعنوان وخبر عن تنسيق الثانوية العامة اللي ابتدى بالفعل اليوم انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، تجهيز معامل القاهرة وحلوان والالتزام بارتداء الكمامة شرط الدخول. طبعا بتبدأ اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال طلبات الطلاب إلكترونيا في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل. ولأول مرة أيضا طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية في 3 جامعات هي الجلالة، الملك سلمان،
والعالمين الجديدة. كده مشاهدينا بنوصل معاكم لنهاية جولتنا في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم. بعد الفاصل وموجز الأنباء بنبتدي معاكم أول حواراتنا، هيكون معاكم شهاب شعلان، خليكم معاكم.